الحقيقه اللي بيحصل حاجتين اكشوالي لازم نعملهم في البيم فورمينج. في عندنا ترانسميشن بيم فورمينج او ترانسميشن فوكسنج وفي ريسبشن فوكسنج. اوكي، فاللي بيحصل في ترانسميشن فوكسنج ان انا بعمل ايه؟ انا دلوقتي مفروض ان انا ابعت بالترانسديوسر دوت عشان افوكس عند النقطه دي. اوكي، طب دلوقتي انا عارف ان انا المسافات اللي بين هنا وهنا مختلفه عن هنا وهنا، مختلفه عن هنا وهنا، مختلفه، كل واحده لها ديبث مختلف او لها ديستانس مختلفه. لو انا يعني اعرف الفروقات بتاعتهم عامله ازاي، بان انا اخد لو انا عملت النقطه بتاعه الفوكال بوينت بتاعتي دي رسمت بيها دايره كده، اوكي، هلاقي الفروقات بتاعتي هي الفروقات اللي عن الدايره. هلاقي هنا الفرق ده صفر مثلا، هلاقي هنا اطول بحته صغيره، هنا اطول بحته كبيره، وهكذا. طب الفروقات دي معناها ان انا لو انا بعت كلهم في نفس الوقت يبقى معنى كده كل واحده من دول هتمشي مسافه اطول، دي اطول من دي ودي اطول من دي، يبقى معنى كده كل واحده توصل في وقت مختلف. لا، في الترانسميشن فوكسنج بقى هدفي ان انا اعمل بيسكلي يعني earlier transmission للنقط اللي فيها مسافتها اكبر عن الفوكال بوينت. اوكي، ليه بقى؟ لو انا عملت دي earlier عن دي ودي earlier عن دي ودي، يعني نفس الكلام بالنسبه للناحيه الثانيه، طبعا الدنيا هنا سيمتريك، يبقى معنى كده طالما دي earlier يبقى معنى كده انا عوضت لها وقت الزياده دوت اللي هتمشي. اوكي، ففي الاخر هدفي من الترانسميشن فوكسنج ان كل النقط بتاعتي او كل الاليمنتس بتاعتي توصل هنا في نفس الوقت، كل الديتا كل الويفز طالع من كل الاليمنتس بتاعتي توصل عند الفوكال بوينت بتاعتي في نفس الوقت بالظبط. دي بتتحسب ازاي بقى؟ الديلي ده بيتحسب ازاي؟ بحسب المسافه دي بتساوي كام، وانا عارف اوريدي ان السرعه بتاعتي هي السي اللي هي 1540 متر على الثانيه، يبقى معنى كده ابقى عارف الديلي بتاعتي اللي المفروض تبقى موجوده تبقى بتساوي كام. انا بدايه بقى وانا بعمل، وده نتيجه طبعا ان انا بتحكم في الحاجات دي كلها بالكمبيوتر بتاع المكنه، فبقدر بالظبط احسب الوقت ده بدقه بيساوي كام، واكمبنسيت بقى وانا ببعت، يعني ببلس واحده من الاليمنتس قبل واحده ثانيه، وانظم الوقت بتاع كل الاليمنتس بقى بتبعت امتى، وبالتالي هم بيوصلوا في الاخر في نفس الوقت دي عند الفوكال بوينت. طيب دلوقتي ده خلاص الاليمنتس كلها يعني في الترانسميشن وصلت النقطه دي، وصلت لنا الداتا بتاعتنا في النقطه دي او الويف بتاعتنا في النقطه دي في نفس الوقت. طب دلوقتي النقطه دي هترجع لنا ويفز، اوكي، ولما ترجع لنا هنا ريفلكشن هترجع، يعني ده هيستقبلها وده هيستقبلها وده هيستقبلها وكل كل كل واحده من الاليمنتس دي هتستقبلها. طب دلوقتي نفس المشكله اللي كانت عندي هنا، ان في فرق في المسافات بين هنا وبين هنا وبين هنا وبين هنا كله، اوكي، هلاقي عندي ان انا الاليمنت اللي في النص ده هلاقي ان الايكو بتاعه هلاقي ان هو جه اسرع واحد، ان مسافته اقصر واحده، ودي بعد كده اللي بعديها ودي اللي بعديها وهكذا في الناحيه الثانيه السيمتريك فيرجن بتاعتها. فعلشان اخلي الكلام ده كله يوصل برضو يبقى في نفس الوقت، يعني عايز اخلي دول برضو يرجعوا يبقوا ان فيز مع بعض لان هم كده اوت اوف فيز، بحط حاجه بسميها الكترونيك ديلي. الكترونيك ديلي معناها ايه؟ معناها ان انا باخد الايكو اللي راجع ده بعديه في حاجه تديلي السيجنال دي شويه، اوكي، ودي ديلي سيجنال هنا بمقدار اكبر من هنا، وهنا ما بعملش ديلي خالص، دي يعني دي اطول مسافه، اوكي، لما بعمل ديلي هنا اطول حاجه وبعمل ديلي هنا وهنا بمسافه او بزمن اطول شويه او اقصر شويه صغيرين وما بعملش هنا ديلي، يبقى معنى كده انا خليتهم كلهم يرجعوا ان فيز. لما جمعهم كلهم بقى بيطلعوا كلهم ايه؟ السيجنال بتاعته بتطلع قويه، لانهم كلهم بيعملوا ايه؟ انترفيرنس مع بعض، بيعملوا كونستراكتيف انترفيرنس مع بعض، زي ما كنا بنعمل برضو هنا، ده الويفز دي كلها بتعمل كونستراكتيف انترفيرنس هنا تطلع لي لارج بالس في الترانسميشن، هنا برضو نفس الكلام بتطلع لي لارج بالس في الايه؟ في الريسبشن. البروسيس دي بقى اللي هي معتمده اساسا على ان احنا بنعمل ديليز وبنعمل سم في الاخر بنسميها الديلي سم بيم فورمينج، وده الحقيقه معظم المكن بتاع الالترا ساوند اللي موجود حاليا بيشتغل بيه. يعني رغم ان فكرته بسيطه جدا الا ان هو فعلا يعني فعلا فيري براكتيكال وفيري افيشنت، والحقيقه ممكن بقى نلاقي فيه فاريشنز بقى من شركه لشركه، ممكن يبقى عندنا الاكيرسي بتاعه الديليز دي والاكيرسي بتاعه السميشن والباند ويدث بتاعنا والديناميك رينج والحاجات دي كلها بتختلف من مكنه لمكنه، او من مكنه مثلا لو كوست لمكنه فيري هاي كوست مثلا، بس في الاخر الكونسبت نفسه بنفس الشكل كده، بنديلي الاليمنتس علشان كلهم يبقوا ان فيز وبعد كده نجمعهم بعد ما يبقوا ان فيز. اوكي، دي الفكره البسيطه جدا بتاعه الريسبشن فوكسنج او الريسبشن بيم فورمنج.